الآن نصل بكم مشاهدينا لصحافة الحصاد المخصصة بالكامل لدوري أبطال أوروبا مع زميل يحيى نافع. مرحبا يحيى. أهلا بك يا نزار. شكرا. شكرا. أهلا بكم. البداية بطبيعة الحال من إسبانيا. برشلونة يعانق السماء بعودة تاريخية، هكذا عنونت سبورت الكتالونية وصفة إنجاز برشلونة التاريخي. سبورت ذكرت أن نيمار كان بطل لا ريمونتادا في الليلة الساحرة بالكامب نو، فحصل على ركلة جزاء وسجل هدفين وتمريرة حاسمة للهدف السادس، مؤكدة أن الفريق الكتالوني استطاع تجاوز هدف كافاني قبل نصف ساعة من نهاية المباراة. أما في فرنسا فعلقت صحيفة ليكيب بأن ما حدث للباريسيين كان حدثا غير مسبوق. الصحيفة أشارت إلى أن تأهل النادي الإسباني كان تاريخيا في إنجاز حدث لأول مرة. ليكيب وصفت ما جرى للفريق الباريسي في الكامب نو بالإذلال، فعلى الرغم من رباعيته في الذهاب، تضيف الصحيفة الفرنسية، فإن سفينة باريس سان جيرمان غرقت في برشلونة بستة أهداف لواحد في مباراة الإياب.